بسم الله الرحمن الرحيم. خطأ يقع فيه المستأجر عند تحرير عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني رقم 4 سنة والقانون رقم 4 سنة 96 قد يؤدي لانتقاص مدة عقده إلى 9 سنوات، وقد يؤدي إلى عدم نفاذ مخالصة الإيجار المدونة بالعقد أو مقدم الإيجار المدفوع مقدما إلى مدة لا تزيد عن 3 سنوات. إمتى الكلام ده بيحصل؟ وإيه ظروفه وإيه شروطه؟ هنتكلم فيه. طبعا الشائع بين الناس لما يجي ياخد شقة إيجار وعايز يمشي بالنظام القديم، فبياخد عقد، ياخد من المالك كله أنا هاخد الشقة ديت نظام 59 سنة، بيتعرف عليه الناس فيما بعضهم يقول ده إيه نظام الإيجار القديم، ويقعد 59 سنة. وبعض الناس يكتب في العقد الإيجار إن أنا دافع مقدم إيجار مثلا بما يعادل 20 سنة أو 15 سنة، أو بيدفع مقدم الإيجار لغاية ما المدة تنتهي ويقسم النص في النص. لو أنا بدفع إيجار 500 جنيه لا هدفع 250 واتخصم المقدم 250 على سبيل المثال يعني. طيب هل يكتفي المستأجر بهذا الأمر ولا ممكن يتعرض لمشكلة تخلي مدة عقد الإيجار اللي هي 59 سنة نزلت لغاية 9 سنوات، ويلاقي مقدم الإيجار اللي هو كاتبه بما يجعل مقدم الإيجار مدفوع لغاية 20 30 سنة ينزل بما لا يزيد عن 3 سنوات؟ إمتى الكلام ده بيتحقق؟ اولا انت لما بتاخد ايجار مدته تزيد عن 3 سنوات يعني 9 سنوات يتعين عليك انك تقوم بتسجيل هذا العقد في الشهر العقاري، ولو مدون في عقد الايجار ان في مقدم ايجار مدته مدفوع بما يعادل ماده تزيد عن 3 سنوات لابد ان ده برضه يتسجل عنده. طب ليه؟ لان في ماده في قانون الشهر العقاري رقم 11 بتقول ان اذا لم يتم التسجيل لا ينفذ عقد الايجار في مواجهه الغير عن مده تزيد عن 9 سنوات ومخالصة السداد للأجرة المدفوعة مقدما بما يعادل مدة 3 سنوات. طيب الكلام ده يتحقق ازاي؟ قبل ما اقول لك لازم تفرق بين انك تثبت تاريخ العقد وبين ان انت تسجل العقد. اثبات تاريخ العقد معروف ان تروح الشهر العقاري لو مدة العقد اقل من 9 سنوات بيعمل لك محضر اثبات تاريخ عليه والموضوع بينتهي. طيب في بعض الناس يقول لك طب انا هكتب المدة 59 سنة واعمل له اثبات تاريخ عن طريق المادة 15 اعمل دعوة صحة توقيع. ده اسمه اثبات تاريخ. ايه مفهوم اثبات التاريخ؟ ان العقد دوت كان مدون في لحظة ايداع الصحيفة قلم الكتاب، او في لحظة ان انا رحت الشهر العقاري الموظف مضالي ان العقد ده ثابت التاريخ. يعني معنى كده ان العقد ده كان موجود، مش بصطنع تاريخ للعقد اديله تاريخ قديم سابع عن سنة كذا او سنة كذا. ادي مفهوم اثبات التاريخ. ولو في عقدين اتحرروا انا بحمي طبعا العقد اللي هو واخد اسبقية في اثبات التاريخ، ده موضوع تاني. طيب ايه علاقة التسجيل بقى؟ انك بتسجل العقد وفق الاجراءات التسجيل العادية في الشهر العقاري، بيطلب منك بعض الاجراءات والاوراق بتستكملها حتى تسجل مدة العقد، بس انت بتسجل منفعة على العقار وليس ملكية العقار، ده امر وده امر. طيب امتى بقى لقيت المدة بتاعتي دي بقى انا واخد عقد 59 سنة واتفاجئ ان انا لقيت المدة بتاعتي نزلت بقى 9 سنوات؟ ندي المثل بشكل عملي اكتر. س من الناس اجر عين الى ص، وص ده قاعد مدة 59 سنة حسب العقد، ثم س ده احتاج ان هو يبيع الشقه بتاعته تاني الى شخص فباعها للغير. قد يحصل امرين، ان هو فعلا يقول له الحقيقه ان في مستاجر موجود وقاعد ب 59 سنه ويديله صوره العقد بالفعل ويعمل له حواله حق الاغل ويتعامل معاه ويذكر في العقد ان في مستاجر. في الحاله ديت عقد ايجارك هيبقى نافذ في حال الملك الجديد حتى لو سجل عقد. ليه؟ لانه معلوم لدي بوجودك والامر ثابت باي طريقه ان عقد بيع موجود فيه انه مستاجر بموجب عقد ايجار مرح كذا وعليه حواله ومدته كذا، او هو عنده علم ان هو استلم وتم اعلانك بحواله الى اخره. لكن الفرضيه اللي انا بتكلم فيها لو المالك الجديد لم يعلم بهذا، يعني جه المالك السابق اللي هو المؤجر ليك قال لك انا ايه انا بعت الشقه وراح جالي المالك الجديد قال له لا ده انا مأجرها سنتين ثلاثه وبعد كده العقد قرب ينتهي، فانا اشتريت الشقه على هذا الاساس، مستاجر هيمشي شقه هيمشي بعد سنه او بعد سنتين فانا باخد منه الشقه على امل انها تخلي وبعد كده استلم، اوهمه باي طريقه اخرى ان المده سنتين. رحت انا توجهت للشهر العقاري كمالك جديد وسجلت العقد بتاعي، رحت مسجله وكنت حسن النيه بالفعل ما اعرفش ان انت مأجر 59 سنه. في هذه الحاله لو انا سجلت عقدي كراجل مالك جديد او كنت دائن للمالك ايا ما كان، المهم ان معايا سند مسجل في الشهر العقاري ان انا اللي هي حق على العين، حق عين اللي هو ان انا اشتريت العين المالك الجديد. طيب انا بالنسبه لعقد الايجار من الغير، العقد ده عشان بتاعك اللي هو زاد عن 59 عن 9 سنوات عشان ينفذ في حق لازم تكون سجلته، فانا راجل مالك جديد فما سجلتش انت عقد الايجار بتاعك، وانا راجل حسن النيه ما اعرفش بواقعة ان عقد الايجار بتاعك 59 سنه،
في هذه الحالة بيحق للمالك الجديد إنه يقيم دعوى عدم نفاذ عقد الإيجار فيما زاد عن 9 سنوات، فالمحكمة بتنتقص المدة من 59 إلى 9 سنوات. كذلك الأمر لو أنت النهاردة معاك مخالصة إيجار بينك وبين المالك القديم، مثلا دافع إيجار لمدة 20 سنة، فاديتني إيصال، جيت أنا مالك جديد بقول لك يا عم اديني إيصال الأجرة، اديني الأجرة، قلت لا ده أنا واخد الملك الجديد واخد مني الأجرة، فين يا عم الإيصال أهو، بس الإيصال ده مش متسجل. فأنا من حقي في الحالة دي أقول لا، الإيصال ده مش نافذ في مواجهتي فيما زاد عن 3 سنوات، لأن لو أنت واخد إيصال مقدم أجرة لمدة 3 سنوات فما يزيد لابد إنك تسجله، وإلا ما ينفذش في حق المالك الجديد الذي سجل عقد. أحيانا بيبقى في تواطؤ بين المالك السابق ويجيب واحد بعد ما يبيع لي، يروح جاي عامل عقد إيجار بتاريخ قديم ويقول أنا أجرت الراجل 59 عشان يعاكس المالك الجديد في أي مكان الأمر أو الصورة اللي هو بيعمله. فعشان كده المشرع تدخل واشترط هذا الأمر في تطبيقات قضايا كتيرة أوي من محكمة النقض في هذا الشأن.